السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، صباحكم خير ونور وسرور وبهجة من رب الغفور. صباحكم جيدة وعنبري، صباحكم روح النديم، صباحكم صباح الفوعة والنرجس والفل وعطر المشموم، بالأخص هذا عطر النديم. عطر النديم، عطر هذا ريحته من أجمل الروائح وأقدم الروائح وأرخص العطر اللي موجود. روح النديم يوجد عند العطارين، يغير جليل اللي حد يعرفه، جليل اللي يستعمله، لأن بالعطورات القديمة ما عليها طلب، ما عليها طلب لرخص سعرها، توله يمكن 30-27 أو 20 درهم، لكنها من أجمل العطورات. يسمونه عطر روح النديم، عطر روح النديم من العطورات القديمة اللي وايد ريحتها فنانة. جليل اللي يعرف روح النديم، جليل 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 جليل، يستعملونه الأجانب في الخلطات الفرنسية، غير نحن هني والله إذا ما يكون العطر غالي هذا مبزين، لا والله شيء عطر رخيص وأحسن عن الزين بلكو 600 ودي، ما بلازم كل شيء غالي يكون زين، ولا بلازم كل شيء بالغلا واليلا تقولون زين. وايد أبوي أسعاره غالية وهو ما يتشاهد، ما ريحة خنفسان، ريحة خنفسان، وهو بهيج الجيم وشيء من ريحة شرات السهيجة، يرد شرات السهيجة هاي اللي يحطونها الأول عن بين الكناديل، الأول يحطونها عن بين الكناديل عسبونهم ما يعولن، بالأخص كناديل الصوف الأول. لا وشيء عطر يسمونه عنبري، وشيء عنبر حين العرب والله نسيته العنبري، العنبري غرب اللهاتكم أخير عن العنبر بلكو 600 ودي، وحوين ما صير أنبر أنبر، بس نسيتوه العنبري، العنبري هو الزين، العنبري هو الزين، العنبر بوي اللي ما بعادي يعني عطر عادي ريحة عنبر، عنبر بوسير هاك الأول يبون نكسر من الهند، هذاك ريحة العنبر، لكن ريحة العنبري هو الريح الخنين، هو الشيء الزين، الجيدة الفوعة عطر المشموم. يا سلام يا سي عمار، وما طريقكم اسم المحل، شيء بتلقطون عطار في نص سوق دبي، عطار جديد 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 جديد، محل واحد ما شيء غيره، وراعي مواطن ما روما طريق اسمه، يتوحوني من يوم نحن يهال هو يبرز في الدكان لين اليوم لين بكرة، إن شاء الله ما يكون استوى عليه شيء، إن شاء الله أنه يكون بخير بعده، الله أعلم، لكن أحيد لين قبل 23-25-27 سنة أحيد بخير، روح ياقلنا وخير، وراعي ملتقى وراعي فن وراعي طيب وراعي يود، بعد يبيع للإنسان اللي عنده حفيز فقط للعطورات، شو بيكون؟ أكيد بيكون فنان، بيكون فنان ويبيع يعني، هو أطبج مزاري وما أدري شو، وايد أشياء عند الزعفران والعود بأنواع، لكن أهم شيء عطوراته، عطورات اللي عنده راعي الرجال المواطن الحين يعني، إذا ما شيء يمكن عمره 80 أظن وصل، الله وعدك لو استوى عليه شيء بنسمع عنه، بيطرون لكن ما أظني، أظني بخير العلم، إن شاء الله يكون بخير، الله يخلي العين ترجي. في سوق دبي لبولي وين سوق الذهب الطرف هذا، دكان شي مستطيل عرضه يمكن 3 أمتار، لكن من الطول ما يقارب يمكن 10 أمتار شي داخل دكانه، وآخر فيه موظفين كلهم جدام بعد، ما حد ما شي موظفين يداد، من متى عاد هالكلام؟ أقول 27 سنة، الله أعلم به، عاد الله أعلم، لكن هل دبي وهل بوظبي وهل الشارج كلهم يعرفونه، الأوليين اللي عاملون العطر الفنان، وهل إن الناس اللي زقرت تعرف اللي زقرت، يلا فنان مسخلا إيه بتقول شو موعدني من صباح الخير، بسير دبي بخبرنكم البارحة، بسير دبي إن شاء الله، سير ونبون هالشيء سيرة ثالثة، سيرتين دبي وفي اليوم يعني زيارتين مكانين، لا والله 3 أماكن معينة في دبي اليوم، المكان الرابع بيكون الشارج
عن موضوع شارجة تعذرت لأنه ما بي واحد، بيكون البرنامج اليوم مزحوم زيادة اللزوم، وما بروم على برنامج الشارجة، أجلنا برنامج الشارجة إن شاء الله إلى يوم التاريخ 3، تاريخ 3 أظني، والله الموعد أمس خبرني عنه مهندس منهل ونسيت عاد حين، هو كاتب إنه روحه في الدفتر، فأظني تاريخ 3 موعد جاية الشارجة تأجلت، لأن الوقت عندنا مزحوم اليوم، إلا كان في خاطري تحيي وحايم دامي وساير، فخلص شغلة شغلة، لكن ما الله كاتب لي نصيب، المراد ما علينا، بس عليكم عاد بنرمس خلاص، اليوم 3 أماكن وكلهن مميزات في دبي، كلهن مميزات، أماكن مميزة مرموقة يعني واجهة رسمية، واجهة رسمية يفتخر بها شيء جميل، شيء فن، تحيدوا ما يبالي كلام، أنا ما أسير إلا المكان الزين، ما أسير إلا المكان الزين، الفنان اللي ما شي شراته، الأسطوري، الخيالي، هل يسير مكان شيء من مكون في كل مكان، هذا أنا ما أسير له أبدا، الشيء اللي المفنود هو اللي أسير له، الشيء اللي محد يقوم يصمم شراته في الدنيا العودة هو هذا اللي يسير له، تصميم فريد من نوعه وضخم وواجهة رسمية فنانة، يا ربي كم خطر علي يقول وين بسير، كم ما بقول ولا في طري ولا شيء، لين أخلاف يا ربي، أنا وانت ميت وياكم الحين أكيد إنه بينخرط المصباح، لكن أبوي أخيار أبوي إني أسكر عنكم قبل ما يخرط المصباح، يلا في مال الله، صباحكم خير ونور وسرور، صباحكم والله هالجوري المنثور، صباحكم أبوي من هالأرض الطيبة، من بلاد النور، من عاصمة الخير، عاصمة الطيب، عاصمة اليود، صباحكم أبوي من بغبي، متوجه بحفظ الله ورعايته، إن شاء الله، إذا الله راد، إلى دبي الحبيبة، دبي الغالية، دبي اللي ما شي شرات تدار في الدنيا العودة، يا الله يا رب أنك تحفظ إماراتنا، إمارة، وتحفظ حكامها وهلها ومن سكن فيها وديم علينا يا رب العالمين، دب الحياة السعد والفرح والسرور وترزجنا من حيث لا نحتسب نحن والسامعين أجمعين يا رب العالمين في كل دار كانوا، وتعود إن شاء الله وتعيد كل إنسان مغترب وترزجه العافية وتعافي كل مريض، ها شو يوم سماك مال ماي، أيوة بارك الله فيك، يا سلام يا سلام يا سلام، هذا عنبر اي والله، يا الله يا رب انك تعود كل انسان ان يتعالج في الخارج، انك تعفو عنه وتعافيه وتصبر على ما ابتلاه، وانك تشافيه وترد له سالم غانم يا رب العالمين، وهو بخير وسهاله ولا يشكو من باس، انك تعافي كل مريض وتنجح كل مجتهد وكل دارس، وتعود ان شاء الله كل شيء طيب الى اصله. السلام عليكم. ها صلاح. انت وين؟ فلاح ابوي، انا معالي الفلاح الحين. ان شاء الله بخير. برجع ان شاء الله اليوم المغرب ولا العصر. في الليل حبيبي في الليل. ان شاء الله ان شاء الله. تعال بكرة الصبح زين؟ اليوم ما بتي؟ لا انا بدي انا سيدي بدي. انزين حبيبي سلم عليهم. شكرا. تخبروني في اي سوق راعي العطر اللي خبرتكم عنه؟ راعي العطر هذا في سوق مرشد، دكان قديم يعني بقول يمكن من اكثر من 40-45 30 سنه، شيء من هالقبيل يعني، من شبت الدنيا مستوى سوق مرشد هو المحل هذا فيه، وراعي روحه مد يديره وروحه يدير تجارته لين اليوم لين بكرة. أسمه مارو ماطري لأنه ما يخصني ينشون لعياله ولا حد، لكن رجال مواطن هو اللي راعي المحل هذا، كان وما زال أحسن زعفران، أحسن عود، أحسن ريح، أحسن عطر عند مواطن،
محل جديد كذي وخاصين ولا بطري اسمه وايدين والله عرفوه من هالدبي حتى ابو ظبي ما شاء الله معروف على ما تشوفون حطيت لكم هذا هاي نسخة من آلاف النسخ اللي تي حد يشكر وحد يثني 90% اللي مبسوطين والعشرة بالمئة حشارتنا بالإعلانات وحشارتنا بالدعاية وحشارتنا أبوي اللي ما يبى الدعاية لا يطالع الدعاية اللي يبى السوالف وما بيايسل السوالف ما بلازم إنه تيوز له سوالف هنا حد من العرب ما تيوز ما أقول له لو لاختلاف الأذواق لبارة السلع شيء قنوات في التلفزيون مليون قناة وتفرفر عليهم كلهن كل قناة ينصرف عليها مليارات هب معناته اللي ينصرف عليها مليارات تيوز للجميع وأنا حالي حال الجهات هذه يعني أنا إنسان موجود حد أيوز له حد ما يوز له حد دعيبه حد يستخف دمي حد يستثقره حد يتقبلني حد ما يتقبل أرضاء الناس غاية الله شو الجديد الحين في الموضوع شو الجديد شو اللي الناس الحين ما تعرفه الناس كل شيء تعرفه الحين الناس كلها مثقفة الناس كلها تعرف تقرأ تكتب ما حد أدوي تدرون الأدوي منو الأدوي اللي يكتب تعليق خايس شراتوي يدخل على الحساب كان انستغرام أو سناب أو أي مكان موقع من التواصل الاجتماعي يكتب تعليق مسيء فيه تجريح أو فيه كلام مبزين أو كلام قاصر الكلام القاصر هذا يظهر من الشخص القاصر ما له داعي أنك أنت تقل أدبك أو تقلين أدبك أو تقدين بعارية تبين تعايرين وتلاسني ولا لا 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 حق شو هذا كله أنت ما بذلنا شحين من نص عدة وتلعلعي وقف هذاك الزمان خلاص واطر الوضع عندك كلمة طيبة بتقولها بتشكر زين على زين عندك انتقاد انتقاد بناء يكون النقد يكون بناء النقد طريقة محترمة الكلمة القاصرة تورد راعيها المهالك فلذلك نزلت قوانين بحماية الناس من الناس البديئة الفاضهم فلذلك غلط انك انت تدخل حساب اي انسان كان يعزل لك مرحبا وسهلا ما بيعزل لك يعني الرب يحافظك خدا حافظ حق شو لملم عنا انك تدخل حسابات وتعلق تعليقات مشينة او تسب او تعلق او تتكلم كلام القاصر لا لي هنا ولا الغيري يعزلك مرحبا وسهلا ما يعزلك عليك الرب حافظ يعني ما لهم عنا انا عارف ناس يتضررون من الكلمة القاصرة الكلمة الجارحة يتضررون فلذلك اللهم لك الحمد الحكومة نزلت قوانين صارمة بحق اللي يتلفظ بألفاظ بذيئة سواء بال فديالي بقوين مصيح حافظ علي الحكومة اللهم لك الحمد حكومتنا الرشيدة منزلة قوانين صارمة بحق اللي يتلفظون بالكلام القاصر والشيء اللي ما بعدل والشيء اللي ما بزين يا ويله يا ظلام ليلة يا ويله يا ظلام ليلة شو اللي كالث انك تدخل حسابات العرب وتسبهم كأنك تدق على بابهم وتهدرهم هذا اختكي مثكي ما شي فرق انك تدخل على حساب هذا مكان مخصص بيت او شقة او فلة او مكتب لشخص حسابه مكانه فيك وما يخطيك ويا لا 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 ان شاء الله حادنك شو وازنك الدرب هذا شو اللي حادنك منو معزر عليك شو الشيء اللي بينوبك انت شو بتحصل شي الفايدة اللي بتجنيها شو مرادك من هالدرب انك انت تدخل حسابات العرب وتسبهم هذا جريمة والله انها جريمة ولازم ان الانسان اللي يسوي الشيء هذا يتعاقب 100% عقاب شديد بعد انا بعض الاحيان اتمنى يرد النكال الاولي ان اللي يسوي شيء يسوون له ابوي في ابهته بكره وقعود حق من يشوف تشوفها العرب عرفوا ان هذا هدار ولا سباب ولا راعي درب ضايع يستوي نيشان قدام العرب وين ما يصير هذا ابوي ها ما قصوا يدين لان حرامي
ما قصوا قوية خشمه إلا إن ما دشوه، ما حطوا البكرة وقعود بين حياته إلا إن مسوي هالنمونة. هذا مفروض هالنمونة لا دمي اللي ما يتوب ينصحونه ودي وديتين ثلاث ما تيبه النصيحة، ينبغى يحطون لبوية نيشان بكرة وقعود بين حياته إن هذا أبوي مسود وي. ما حد يروم يصير حق آدمي ويقول له أنت غلطان ولا أنت صح ولا أنت غلط بأي حق؟ من عطاك الحق هذا أنك أنت توجه اللوادم تراك أنتوا غلطانين تراكم أنتوا عدلين؟ أنت كجا مرحبا، أنت منو درابك؟ شديك ومركته، شديك ومركته، وش أنت يا بعوضة؟ وش أنت يا بعوضة؟ منو درابك؟ لكثرة انتقاد ما تي إلا من الإنسان الناقص عقل ودين. منو يملك الحق أنك أنت تقول هذا الإنسان مسلم ولا هذا كافر، هذا زين هذا شيء زين شين حق عمره؟ أنت عليك بعمرك، ما يخصك في العرب اللي من غير، ما يخصك في أمة لا إله إلا الله، لهم رب يحاسبهم ولهم حكومة تردهم عن دربهم المايل في حال كان مايل. بعد كلام صفة المتكلم يدل على أخلاقك تربيتك نشأك من وين جيت وتنتيت، هالكلام اللي يكتب يدل على تربيتك أنت من، هذا الكلام اللي يكتب يدل على أنت شو معدنك شو نمونك. الناس ما بخبايل، ترى الناس تعرف العدل بالمايل، الله تصيده الناس بخبايل تعرف العدل بالمايل. إيه يلا برايكم، شوف المنظر شوف المنظر شوف المنظر ما زين، شوف الفنتير هذا فنتير ها بالخور، شوف محمية محمية شيء جميل قمة في الروعة، اللهم لك الحمد. شو قاهر انهم العرب، شو حار انهم، شو مخبلبهم غير هالمحميات الطبيعية والأشياء، حتى الطيور تحبنا، المهاجرة تودر كل بلاد أبوي، الطيور تودر كل بلاد في الدنيا العودة وتحل أبوي في أراضينا نحن، أراضي السلام، أراضي التسامح، أراضي الطيب، أرض الكرم، أرض منبع اليود، وين ما كل شيء يك، كل شيء يك، الطير يهاجف من آخر الدنيا ويوجع أبوي في بلادنا، لأنك أبوي أهل له كل شيء لخدمته، مسخر له بأمر من الله سبحانه وتعالى، الله مسخر حق هالأرض حتى الطير. زين أنا وين؟ أنا في D3. D3 عبارة عن مجمع بنايات شكل في منتهى الروعة، مجمع دبي للأزياء أو الأشياء، كل بناية من هالبنايات اللي أنا فيها عبارة عن تحفة معمارية بشكل جميل منسق مرتب، يعني كلمة روعة قليلة عليه. طالت عماكم في استضافة الأخ الحبيب محمد ياسر، أهلا وسهلا بن محمد بن خدي الغالي الحبيب، الله يحييك والله يبشرك، كيف انت ابو محمد؟ الحمد لله شرك والله اليوم مرحبا وليس اهلا وسهلا، نورت شوفك شوفك العافيه، نورت الدي 3 نورت اللوكيشن، هذا الزين. وين بنزير الحين؟ ان شاء الله بني مكتبي طال عمرك زين، وبنعرض عليك مبادره اطلقناها الشيخ حمدان بن محمد الله يطول بعمرك، وان شاء الله ان تنال على رضا الجميع ان شاء الله. ان شاء الله هل تشوفونه ايثار، وهذا مكتبهم هذا الله يحبك على فضل يا ابو محمد. ابو محمد نحن حين اول ما جينا قرينا اسم ايثار، نعم، وانت حين دخلت الله يحفظك في المكتب، وشيء عمدان وشيء ما ادري شو وشيء اشياء وايد، شو يعني ايثار؟ الله يحفظك. إيثار معناته قمة الجود والعطاء. نحن اخترنا اسم إيثار نميز المشروع، إيثار مؤسسة غير ربحية أنشأناها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع الحمد لله، وتم إطلاق الرخصة والمشروع بمعية الشيخ حمدان بن محمد تحت مبادرات، إحدى مبادرات الشيخ حمدان محمد
رعاية الكريمة. في الأسبوع اللي فات زارنا والحمد لله أطلقنا مع المشروع وكان جدا مبسوط المشروع، القيمة الإنسانية والمجتمعية والثقافية اللي وراء المشروع الحمد لله مشروع لاقى استحسان الشيخ. مثل ما تفضلت الإيثار مؤسسة غير ربحية تعنى بالتعليم، هي مؤسسة غير ربحية تعنى بالتعليم. من خلال المؤسسة بنشئ صرح، هذا الصرح عبارة عن 1680 عمود. أبو محمد هذا شو يعني شو حاليا؟ هذا طال عمرك الصرح مثل ما قلت لك اللي هو عبارة عن 1680 عمود. نعم. هاي المنطقة في الوسط اللي بيكون فيها أعلى الأعمدة يوصل طول العمود إلى 10 أمتار. نعم. بيكونون الأعمدة مكتوب عليها أسامي العلماء العرب، العلماء العرب من بداية عصر الجاهلية لين عصرنا الحالي، العصر الحالي اللي هو نحن عايشين هذا. أبو محمد الحين الأعمدة هذه ألف وكم؟ 1681 عمود. 1681 عمود. شيء مثلا منو المستفيد منها؟ نعم. أو شو الغاية من إنجاز هالمشروع؟ الحين نعم. الأعمدة طال عمرك هاي تمثل وتخلد العلماء العرب. نعم. على مثل ما قبل قلت يعني تمثل العلماء العرب على مر السنين كلها هاي من العصر الجاهلية للعصر الحالي. الجيل الجديد أبو محمد ما يعرف منو العلماء وشو سووا هذين العلماء العرب من الجاهلية إلى الآن، شو الإنجازات اللي سووها اللي غيرت مسيرة حياة البشرية، منهم الفارابي، ابن سينا، منهم ابن الهيثم، كثار من العلماء العرب. الجيل الجديد ما يعرف عنهم أي شيء، ما يعرف أي إنجازاتهم. نحن قلنا كصرح ثقافي وعلمي بنركز بنسلط الضوء على هذين العلماء إن نوجد جيل جديد هذا المثل الأعلى لهم، العلماء العرب كيف المفكرين كانوا يفكرون قبل، شو الإنجازات اللي سووها، وبعد ما يثقفون الجيل وتنتشر الفكرة يقوم أي واحد من أفراد المجتمع تبني أو دعم عمود من الأعمدة. مثلا نقول الفارابي إنسان مختص في الطب، فيقوم بتبني عمود الفارابي، يروح ريع هذا العمود إلى التعليم، منه إنشاء مدارس، منه تبني مواهب، إيجاد نوابغ، البحث عن مناهج جديدة ترقى ترتقي بالتعليم إلى أعلى المستويات. فكرتنا بالإضافة لكل هذا أن نجيب خبرات عالمية، نحن قاعدين نتواصل معهم حاليا أن كيف ممكن نحن نغير مستوى أو نساعد نحن كقطاع خاص نساعد الحكومة في إيجاد مناهج تناسب العصر الحالي، تناسب الجيل الجديد، كيف ممكن الجيل الجديد يطلع مثل العلماء السابقين. وفي النهاية اهتمام كبير جدا من الحكومة في التعليم والارتقاء في التعليم، نحن مكملين هالمسيرة إن شاء الله يا رب العالمين. أبو محمد الحين ضف المثل واحد يعني يبقى يسوي خير. نعم. اللي يبقى يسوي خير أي عند مكتبكم. نعم. يقول أنا أبغى أساعد في مجال الطب أو أساعد في مجال نشر العلم الفلاني أو أتبنى يعني من هالقبيل. نعم. شو اللي بيستوي؟ نعم. الحين بينا طال عمرك المحسن، نحن نسميه محسنين. نعم. بين المحسن أو الداعم للعلم، نحن جهة نختص في التعليم. نعم. فنحاول ندعم التعليم بشتى الطرق. يا أنا مثلاً إنسان قال أنا أدعم التعليم بشكل معين أو في قطاع معين أو تبني طالب أو تبني مقعد في مدرسة أو مقعد في جامعة أو أي مهار قبيل، نستلم من هالمبلغ يتم وضع اسمه بشكل مبسط على العمود، إن منه نحن نخلد سيرة العالم، ومنه يكون اسم المحسن أو المتبرع هذا اسمه موجود بشكل مبسط حسب ما هو يشوف. إن أراد إن يكون اسم موجود فنحن نحط اسمه، أو يكون إذا شركة أو إذا راعي رسمي ينحط بالشيء اللي يبغاه. ثانياً العمود بيكون عمود ذكي، يكون يتحاكى مع الزائر. نحن يعني هدفنا إن الزائر يومي يعرف إن العمود هذا ممكن يتحاكى معه، يتخاطى معه، يعطي السيرة الذاتية للعالم، يعطيه شو إنجازات هذا العالم. ثانياً إذا حد
المحسن او المتبرع او الداعم انه يذكر اسمه، ممكن نعطي بعد نبذة بسيطة عنه سواء اذا كانت شركة او راعي، فنغطي جميع هالنواحي، ما نهمل الحس الخيري، نحاول ننمي ونشجع الخير. نعم. يدعمون الخير عن طريق الفن، يعني نحن هاي تحفة فنية معمارية جايبين أفضل، حاولنا نجيب أو فعلا نجيبنا أكبر شركة في العالم في هذا الشيء، فيه تصميم التحف الفنية اللي هي خارج في الخارج، يعني ما تكون داخل المبنى، بالعكس تكون في الهواء الطلق، في الهواء وكل يروم يوصل للموقع هذا. بالضبط. أبو محمد الحين تعاملك إن إحنا هذا نعتبره من الفئة المستهدفة أبو محمد كطلاب أو نعم. طلبة علم. نعم. لجميع النواحي نحن طال عمرك مستهدفين من الكيجي، من الواحد يكون طفل. نعم. لين ما يكبر نحن نرعاه تعليميا، نخصص له ممكن يكون لكل طالب مدرس. نعم. نحن هاي نحن نتمنى نوجد لكل طالب معلم أو موجه، أن يوجهه كيف ينهل من التعليم، كيف ممكن يكون طالب مميز، كيف نوجد أشياء موجودة في الطالب ما بقادر يطلع. نحن ممكن نبرز المواهب، ممكن نحن نستعين مثل ما قلت قبل، نستعين بخبرات عالمية تنمي المواهب، تصقل المواهب، حتى لو كانت كل إنسان أبو محمد فيه موهبة لكن ممكن مهملينها أو مبحث فيها، نحن بنحاول أو ما عند القدرة للمواكبة أو للتواصل مع حد. بالضبط. يكون ياخذ بيده. بالضبط. نحن نوجد هاي القاعدة للناس تلجأ أو الناس تينا، نحن نحاول نميزهم، نظهر فيهم المواهب، مثل ما قلت قبل هذا يكون متحف مفتوح، يعني هذا المشروع ماشي مثل حاليا موجود، ونتمنى إن شاء الله يلاقي يعني الواقع، وممكن إن شاء الله يكون في القريب العاجل. نحن مع الجهات الحكومية بعد ما وجهنا الحمد لله شيخ حمدان محمد إنه نتواصل مع بعض الجهات الحكومية تخصيص أراضي لنا، وإن شاء الله بتكون أرض مميزة في أحد الأماكن المميزة. دبي أبو محمد كلها كل شيء مميز فيها دبي، ما شيء مكان ما مميز. الحمد لله مشروع إن شاء الله بيكون متميز، مشروع بيكون يبرز دبي أكثر ما هي بارزة ثقافيا وفنيا. نتأمل إن شاء الله الجميع يتعاون معنا إن شاء الله. مشروع خيري، مشروع يدعم الشيء الأساسي غير ربحي أبو محمد، غير ربحي. نعم. هاي مؤسسة فيها غير ربحية، ونفيد المجتمع إن شاء الله، ونفيد دبي بوجود نصر أو صرح معماري ثقافي فني بهالحجم. الله يقدرنا إن شاء الله وياك على فعل الخير إن شاء الله. أبو محمد الفئة المستهدفة من الطلاب هل مواطنين أو وافدين أو أي حد عايش في دولة الإمارات؟ نحن نتكلم عن أي حد عايش في الإمارات مميز، ممكن يفيد الإمارات بالمقام الأول. المستهدف في البداية نحن نتكلم عن المواطنين إن شاء الله والفئات. فلذلك دعم مؤسسة إيثار الغير ربحية، إيثار لازم حتى مليون خط، دعم مؤسسة إيثار الغير ربحية، كأنك هيالس تدعم صرح عالمي. الصرح العالمي هذا مرئي للعيان، كلن يشوفه في الهواء الطلق، مش ورا شيء ولا في مكتب ولا لا، صرح عالمي موجود عمدان. كم هنا العمدان أبو محمد؟ 1681 عمود، كل عمود منهن تحت اسم عالم من علمائنا من عصر الجاهلية إلى يومنا هذا، كل واحد منهم للشعر، للأدب، للطب، للفيزياء، الكهرباء، كل إنسان واختصاصه، كل عمود من هالعمدان يتبنى فئة من الطلبة، طلبة العلم اللي غير قادرين على مواكبة أو تكملة دراستهم أو صقل موهبتهم أو تنميتها. فإيثار فضل من الله سبحانه وتعالى موجودة في دبي على أرض الواقع، مش خيال، ومدعومة من الحكومة. ليش الحين ما شيء علماء؟ ليش الحين ما شيء ناس أساميهم رنانة؟ شو السبب؟ ما حد يدعمهم فقارة، يوصلون إلى مرحلة معينة من العلم بس مكان كسر، قالوا والله وصل هذا 30 35 سنة حد يدرس شواب،
لا بوية هاي إيثار تقديهم شرات العمود الفقري أدرسهم وتواكبهم هم يعطون وهي وهم ولا والدارس أو الباحث ينهل بوي من فضل الأيود الناس هاي اللي تيود عليه بالتدريس والدرس ويكون هو متبنن عمود من هالعمدان. مثلا دكتور يبغي يسوي تعلم الطب عنده شهادة الطب يا غير ما عنده يواصل دراسته أو ما عنده حد يصقل دراسته ما بضروري بالبيزات حتى معنويا مزهبين دكاترة مزهبين باحثين نقاد بنائين ينتقدون إذا الشيء مبعدل يوجهونه للشيء العدل فلذلك يكمل سيره تنتفع منه تنتفع منه البشر والبشرية والبلاد والعباد وهذا كله أجر ما في شيء شرات أجر لطلبة العلم هذا أجرهم كأنك مسوي شيء اللي ما حد يروم يسويه إنك تدرس الإنسان اللي ما عنده مقدرة للدراسة هذا روحه فضل من الله سبحانه وتعالى الله كم لك أنت من الأجر يا الإنسان اللي تسوي الخير هذا نحن لا يسعنا إلا أن مبارك لك ومبارك أول بعد مبارك الحكومتنا الرشيدة ومبارك الله يحفظك لهالبلد الجميل المعطاء إنشاء هذا الصرح صرح إيثار العلمي الغير ربحي اللي بتستفيد منه البلاد والعباد شيء بيكون ملموس على الواقع موجود يحاكي كل عمود يحاكي البشر اللي يجونه عمود ناطق ذكي يوصل الإنسان يعرف شو أنجز هالعالم من وشو نفع الناس وشو نفع البشرية فيه شكرا يا ابو محمد شكرا لكم طال عمرك وما قصرت وسر عنك شاب نشكركم ان شاء الله نتمنى ان المشروع ان شاء الله قريب العاجل ان شاء الله يلاقي النور وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ان شاء الله. كل هالمباني اللي تشوفونها هاي اسمها مباني خاصه في دبي للازياء بين الأزياء هاي مجمع بنايات طول وعرض عرض كل ما يختص في الهندسة الموديلات التصاميم أي شيء جميل منبعه بيكون من هذه المدينة مدينة دبي الأزياء اللي هي مال فاشن مال ديكور مال أشياء هندسية فلذلك تلقط المباني مسوينها بطريقة هندسية بطريقة إعمار المباني بطريقة مميزة شيء جميل في منتهى الروعة حي دبي للتصاميم كل شيء تلقطه غريب كل شيء عجيب كل شيء تشوفونها ما في شيء قطعة شابه الثانية حتى ترتيب الكافيهات الكراسي الجلسات يعني التمشية في الموقع هذا روحه متعة يعني يوم تزور مكان تلقط أشياء غريبة فيه من بنيان من ديكور من تصاميم من يعني أشياء تثلج الصدر حتى طريقة عرض المسميات للمحلات طريقة العرض بتعرض اسم محل ولا شيات مش الطريقة اللي متعارف عليها عليكم تفيزرت تفيزير الغاوي على هالكرسي اللي غير نمو الاف 7 هذا واحد من هالمحلات كلها الموجوده هني اسمه اف 7 هذا مشارك في معرض اسمه معرض عطايا موجود في تشنتيا ابوظبي لمده 4 ايام ابتداء من اليوم المعرض هذا شو يعرض وشو عنده وليش مشارك هناك للسنه الثانيه على التوالي العام والسنه اكيد لفت انتباهي طريقه العرض والاسم F7 شيء طبيعي ما بروم أصور من داخل لأن يمي الحريم داخل ممزور المعرض هذا اللي حفظكم تعود ملكيته إلى فاطمة بنت عبد الجليل بدايته كانت في 2003 كان لفساتين السهرة كان اسم المحل فرفلة
وفي 2014 كبرت بفكرتهم وصارت ماركتهم للملابس الجاهزة وتتكون من لبس سهرة وعملي ونسائي ورجالي وأطفال وكسسواريز وكسسوارات تناسب جميع الأذواق. محلهم هذا هاللي تشوفونه محلهم هذا يا غير الحين كل الفساتين اللي عندهم وأغراضهم النيو كولكشن الأشياء الجديدة وين موجودة؟ في أبوظبي، في أبوظبي معرض اسمه أو معرض عطايا، معرض عطايا معرض خيري، وهم متواجدين في الميزانين من الساعة 5 العصر لين الساعة 10 المساء يوميا ابتداء من تاريخ 24 لين تاريخ 28 في الأرينا في مبادلة شارع الخليج العربي، وهي مشاركتهم الثانية في مهرجان عطايا الخيري. وهالمعرض خيري وريع يعود السنة لبناء مستشفى للأسر المتعففة، ريع معرض عطايا السنة بالذات يعود ريع كل سنة كل سنة من السنين معرض عطايا يعود ريع لمشروع معين، لكن السنة بالذات مخلينا الريع لبناء مستشفى للأسر المتعففة. جزاهم الله خير اللي قائمين على هالمعرض الخيري السنوي، جزاهم الله الجنة اللي أبرك عن كل شيء. أذكركم أن F7 تعود ملكيته إلى الأخت العزيزة فاطمة بنت عبد الجليل الفهيم أم محمد، الله يبارك فيها ويحفظها. مكانهم المعروضات اللي عندهم اللي موجودة في دبي، النيو كولكشن البضاعة الجديدة حاليا موجودة في وين؟ في معرض عطايا، مكانهم في الميزانين، الطابق الميزانين، ومن الساعة 5 العصر إلى الساعة 10 في الليل يوميا ابتداء من اليوم تاريخ 24 إلى تاريخ 28. البضاعة الجديدة كلها موجودة عندهم في شنتية أبو ظبي. هاي من اللي مشاهدتنا؟ هذه هدى. من هي هدى؟ هدى عنا في هيئة الثقافة. هي وياست عطني تليفونها والله تقول لي هذا هاي البنيات هناك ما يعيب هن يوم تتعلق على اللي يلبس ما ايش قايل يلبس ما ايش قايل وما يوز لهن انك تصور جواتي. هي قول جواتيهن زينات لو حتى جواتيهم حوحوات تباني اكذب. وهي عادة الله بالمستعان والله يبوكم ينهد ذراعين طولها ذراعين كان بنت ذراعين والله يبطل يطيحن في كبد هلج ما حب ياخذ طولك والله العظيم انها عند صدري توصل عقمه. هاي والله عطنها فترين طول بتسوي المنكر لرب العالمين. يا الله يا رب فضلنا الله يقول نعمه ان الله ما عطى العقرب قرون. انا نسيت الحين انت منو؟ عبد الله المهيري. نسيت ما خبرنا الجماعه وين تداوم؟ في هيئه الثقافه في المكان هذا الحين. انزين تعال عطنا معلومات عن دي 3. تفضل. شو المعلومات؟ المباني هاي اللي نحن فيها شو هي؟ عباره عن شو؟ هي هاي المباني الله يسلمك اللي موجودين فيها اغلبهم اللي هم في قطاع الارت والفنون الامور هاي. ايوه. فتحصل من كل انواع الفنون موجوده. نعم. وفيها مؤسسات حكوميه طبعا كثيره. نعم. اللي هي مجلس بي الرياضي موجود في البنايه، 6 البنايه 2 موجوده فيها هيئه الثقافه والفنون. هي هي. والتشريعات بعد لجنه التشريعات. هي لكن ليش اغلبيه المباني اشكالها هندسيه وجميل وايد حلوه؟ والله ما عندي علم هذا اللي مصمم. هي انا اتوقع على انت ما عليه تظهرين اعلاميا ما طاعت ام بالله اللي ما عرفت. يالله شكرا. مشاريع كثيره وجميله ومميزه، هذا احد المشاريع اللي الواحد يفتخر بها، مشروع فاطمه بنت محمد بن زايد يلا الله يحفظها ويطول بعمرها ويطول بعمر اللي هي مسمايه عليها يا رب العالمين تحفظها ام محمد. شو أقولكم؟ كل شيء مميز بتلقطه في هالمدينة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من حضرك وأنا وين؟ ما سمعتك. أنا في وين؟ أنت في دبي ذكية.
جديد. شو هالمبنى؟ بتنور هذا المبنى في حي دبي التصميم، مبنى 1A. شو يعني 1A؟ ايش معنى اسمه 1A؟ ليش؟ لان المباني كلها مرقمة عندنا. يعني A B C D هالنمونة صح؟ ايه. وهذا المبنى شو خصه؟ هذا 1A اول مبنى موجودة على هالاساس 1 و A بعد 1A. ما سد 1 ولا سد A. عندك A هالصوب وبي جهة ثانية. شوف انت. ايه. انت من حضرك؟ فهد اهلي. والله منها. ونعم حالك يا محمد. أول بعدين تبنوا وأنا في وين وليش وشو هالشيء اللي أنا أشوفه الشيء الجميل هذا المبنى اللي يزيق عقل اللي ما يزيق عقله. أشهد. زين ها شو تحرك. زين وياكم محمد العوضي من مكتب دبي الذكية، واليوم متشرفين بأبو محمد، زيارته هني غالية علينا. الله يسلم. وإن شاء الله اليوم بنعطي جولة عن دبي الذكية ومكاتبنا، ليش هي مختلفة عن مكاتب الجهات الثانية. نعم. وشو المشاريع اللي نحن نركز عليها في خدمة الإنسان وسعادة الإنسان هي أولوية قصوى عندنا في دبي الذكية. شو يعني سعادة الإنسان من أي ناحية؟ نحن يوم نتكلم السعادة في دبي الذكية ما نتكلم عن باب إن نعطي حلاوة آيس كريم وهالأشياء، هاي أشياء جميلة. صبر صبر لحظة لحظة دوكم. زي شو يا حي من لفانة يا هلابة أبو محمد في دبي. يا سلام. يا ربي. هاي السعادة بعد. هاي والله. هذا نوع من أنواع السعادة. قرب الله. هلو اكسكيوز مي كم جو جو بسرعه. هاو دو يو نو رايت اول ذي ثينجز؟ وين لاست يير سير يو ستديد تو دو اول ذي ثينجز؟ هاو دو يو نو ماي نيم؟ قرب الله تمقواها. نسير رد على موضوعنا. زي وين وصلنا نحن؟ نسيت من اول عيد الرب. وصلنا عند السعاده. شو هي السعاده عندنا؟ السعاده طال عمرك نحن عندنا مو هي عباره عن حلويات آيس كريم من هالأمور، كثر ما أنه كيف نحن نخدم الإنسان أن تكون له تجربة فريدة ومتميزة في دبي. كيف؟ مثال اليوم أول ما توصل من السفر. نعم. توصل للبلاد وتدش المطار وتمشي بكل سلاسة وسهولة. أه. وتخلص الإجراءات في خلال ثواني. نعم. هذه التجربة هاي باستخدام التكنولوجيا وظفوها لأجل خدمة الإنسان في في تعزيز تجربة مميزة للمسافر في البلاد، فتعطي طابع أن بالفعل أن دبي هي أرض السعادة ومنبع السعادة. نعم. في العالم. غير تجربة المطار شو؟ نحن مثل الأوركسترا. نعم. اللي هي توظف المدينة. شي الأوركسترا هي أصلاً؟ الأوركسترا هالريال اللي يتم واقف في المسرح على الموسيقيين. الموسيقيين بالضبط. فنحن نركز في شيئين، أنه ندخل القطاع الحكومي والقطاع الخاص في كل المشاريع اللي نحن فيها. نعم. لأن هدفنا هو تجربة المدينة بشكل عام في إمارة دبي. والركيزة الأساسية في تعزيز هذه السعادة هي البيانات. البيانات اللي موجودة في الحكومة وفي القطاع الخاص هذا شيء أساسي. والأخت سارة اللي هناك هي أصلاً مسؤولة البيانات في براين. صورت سارة؟ براين. انزين تفضلي سارة. يا صورت شان الحين. احنا عندنا في بيانات دبي واحدة من الأشياء اللي نركز عليها كيف نوظف البيانات أيضاً في تصميم المدينة وخلق تجربة سلسة نعم. للمواطن أو الزائر أو حتى المقيم في المدينة. فدائما نوظف هاي البيانات لخلق التجارب ما ينساها المتعامل. نخلي التجارب من البيبرلس البلوك تشين وباقي التقنيات أو التكنولوجيا نوظفها في خدمة هذا المتعامل. ما يبال الكلام. أنا في دبي الذكية وفي استضافة الدكتورة العزيزة الغالية عاشة بتبطي بن بشر. يا مرحبا أبو محمد. السعيدين. الحمد لله سعيدين بوجودك معانا اليوم في دبي. الله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله. دكتوره انا حين وصلت اكيد انت كنت مشغوله وتوك جايتنا من اجتماع وبناخذ من وقتك ما بشيء بسيط نبل كثير. وايد العرب ليه تبى تعرف عنوتي من دار من ابو ظبي لين دبي شو لجله؟ احنا طبعا اليوم سعيدين باستضافتك يا ابو محمد انك تتعرف معانا على أجندة دبي الذكية في. نعم. هذا التحول الذكي عندنا المعازيب الله يطول بعمارهم. ما يرضون غير بالرقم واحد. نعم. وما يرضون غير أن إحنا أفضل شيء في العالم يكون مطبق عندنا في بلادنا إن شاء الله. لذلك يتوجيه أن دبي أنها تكون دبي هي المنارة في أفضل التطبيقات والممارسات العالمية بالذات في الثورة الصناعية الرابعة. نعم. إذا بتقولي شو هي الثورة الصناعية الرابعة؟ إحنا الثورة الصناعية القبلية كانت الإنترنت. نعم. الإنترنت خلقت يعني عالم جديد.
اكيد. اللي قبل كنا نتريا نطرش رساله حق شخص، اي والله مندوب ونشوفه ونشوفه شغله. اليوم الحمد لله مع الانترنت، وتشوف مثلا اليوم مع هالتطبيقات تقدر تتواصل مع الجميع في كل مكان في كل نفس مكان. اللحظة مرئي ومسموع، هذا هو. فكيف ان احنا اليوم التحول الجديد اللي جاينا البيانات، البيانات وكيف ممكن هالبيانات تسهل علينا حياتنا وتخلي البلاد تحاكي احتياجاتنا وتوفر لنا هالاحتياجات من قبل ما احنا حتى نطلبها. سبحانه. فهذا اللي اليوم احنا الحمد لله ماسكينه في دبي الذكيه وقاسين نقوم عليه باجنده اسمها حكومه بلا ورق. الله. الهدف من حكومه بلا ورق ان اليوم الناس تعبت، كل ما تصير مؤسسه حكوميه قالوا لهم هاتوا اوراقكم، تشوف نعم. الواحد يصير حق يخلص معامله و1100 ورقه في ديه، صوره الجواز، صوره الهويه، صوره وانت ساير. انزين منو اللي مطلع هالاوراق؟ ما بالحكومه؟ نعم. انزين ايش ليه تطلبها مني مره ثانيه؟ ايوه. فاليوم اللي احنا ياسين ان نطبقه في دبي ان انت تتم تعريفك بطريقه رقميه وتقدر تمارس كل خدمات الحكومة وغير الحكومة عن طريق هذا التطبيق اللي الشباب إن شاء الله بيراونك إياه، اسمه دبي الآن. الله. والهدف من التسمية دبي الآن لأني أنا أبغي خدمتي الآن، ما أبغي عقب ساعتين ثلاث ولا أوقف في طابور ولا تري حد يرد على مكالمتي. هذا كان الهدف من دبي الآن. دكتورة إحنا في كذلك في دبي هي. ما بس إلا تقنيات وأمور متطورة خارقة للمستقبل، أهم شيء شو حق المدينة؟ الناس اللي فيها. هي نعم، جنة بدون ناس ما تنداس. نعم. فكان المهم إن إحنا نركز إن هذا الإنسان هو أهم شيء في كل مشاريعنا في دبي، وطبعاً في دولة الإمارات. اليوم الشيخ زايد الله يرحمه من أول تصريح له بعد تأسيس دولة الإمارات شو قال؟ هدفنا إسعاد الشعب. نعم. حتى هذا المفهوم صار الأول مرة في العالم من الحكومة دورها إسعاد الشعب. وين ما نسير يقولون يا ليت عنا قيادة. نعم. مثل قيادتكم. نعم صحيح. الحكومات الثانية تطلب ضرائب وفلوس من عند الناس، وإحنا نقولهم دوكم تعالوا خذوا. هي والله. ونباكم مستانسين. وهذا كان اليوم الهدف إن الشيخ محمد بن راشد يطلق أجندة السعادة. أجندة السعادة لحكومة دبي مسؤولة عنها دبي الذكية، وقائمين على برامج مع المؤسسات الحكومية كيف فعلا أن خدماتنا تسعد الناس. حمد يمكن عقب بتشرح له أنت الأجندة بالتفصيل. حمد عنا هو ماسك الأجندة، أجندة السعادة، ويعمل مع أبطال السعادة في حكومة دبي المعنيين في كل مؤسسة حكومية أن كل خدمة فعلا ترفع من نسبة سعادة المستخدم لهذه الخدمة. أنا والله يا دكتور من جيت أول ما شفته أول ما شفته قلت في خاطري هذا هالطويل وحنمونة ورماس وحتشاي، قلت أنا بأول مرة لقيت حد يرمس أكثر عني وابتسامة ما توجف تبارك الرحمن. قلت له في خاطري عادة حب تأخذ لك وحدة نسرة طالعك لك وحدة فنانة كان بتحصل لي حرمة زين وايدات يتمنن ما شاء الله عليه فنان. احنا الحمد لله الله وفقنا بفريق انا افتخر بالعمل معاهم، شباب اماراتيين قلوبهم على البلد. نعم. نعم. وحابين العمل وما تتصور، هذيل الشباب يشتغلون ليل نهار في اجازاتهم في البلد برع البلد ليل نهار، تشوفهم واقفين على الشوفة. زين دكتورة من أول ما جيت وأشوفهم متزاحمين تبارك الرحمن، هذا منهم يصارع ربيع دكتورة، كلهم يتصارعون منو بيقول شو بيقولون شو بيسوون. أهنيك بهالفريق المتكامل هذا منهم يحمس ربيع. الحمد لله. يعني هذه قبل ما توصلين دكتورة، قبل ما توصلين ما شاء الله يتصارعون منو بيرمز شو بيقولون، يعني كل عند كل حد عنده إضافة جديدة. طبعا هذا بس شوية يعني نبدأ من الفرق اللي موجودة عندنا تبارك الرحمن. احنا عندنا في كل إدارة كذي هالفرق اللي ماسكة كل التقنية المعلومات الخاصة بالحكومة، الخاصة طبعا الخدمات بالحكومة أو البنية التحتية. اليوم الحمد لله احنا نربط جميع مؤسسات حكومة دبي، موارد البشرية، الموارد المالية، كلها تدار
من قبل الفرق اللي هني عندنا، ولكن اهم شيء يوم تيهم جاب لهم تشوف الابتسامه والله تشوف الروح الطيبه. المبنى تشوفي مبناكم انتم كيف نمو على هواك. هي والله كل شيء فنان، الكوفيات منواحة والمكاتب مفتوحة على بعضها. يلا يلا ما يبالك كلام، احنا فنانين ونحب الفن. يا سلام، بعد ابوي اللي ما يحب الفن ابوي جهنم تاكله العين ما تشوفه. وناس واقولهم اهم شيء ان يوم نشتغل واحنا مستانسين. اللهم لك الحمد، هذا مو مكانكم. نعم هذا الهدف اسعاد المتلقي واسعاد المراجع واسعاد الزائر. هاي واذا هم بسعداء اللي برا ما بيكونوا سعيدين. اكيد اكيد نعم. اكيد نعم دكتوره. ابو محمد الحين اذا بتسمح لنا الشباب ياخذونك في جوله في مكاتبنا تشوف كيف طريقه العمل الحكوميه اليوم. يتحسبون ان الحكومه مكاتب مغلقه ما فيها ضوء ما فيها نور عتمه. لا، مكاتبنا الحمد لله اهم شيء انها تشرح البال حق الموظفين، تشرح الخاطر. نعم، الموظف يوم بي يشوف شيء مكان مرتب ونظيف. نعم، ويقدر ان يفتخر انه يشتغل في هذا المكان. وعقب ياخذونك لجوله كذلك في الخدمات المميزه اللي نقدمها لكل سكان وزوار دبي والتطبيقات، وهذا اللي بيراونك اياه بالذات تطبيق دبي الان. نعم، يمكن احنا الشيخ حمدان وجهنا ان احنا نوحد الجهود. نعم، التطبيقات. وانا نعم بخبرك عن شيء سوينا دراسة واكتشفنا شيء احنا خفنا منه ان معقول احنا الحكومة لسنا ان نزاحم القطاع الخاص في شيء وما تمكننا فيه، هذا عيب علينا احنا. اليوم حكومة دبي تقدم اكثر عن 124 تطبيق. نعم، حق خدماته. يعني انا اذا ابغي خدمة لازم انزل كل هالتطبيقات وادور من بينها عساسني اعرف وين خدمتي موجودة. هاي عبارة كأنك نشيت وردت سويت إعادة تصنيع أوراق ويب معاملات. شو كنا نسوي؟ زور المكاتب الخدمات من كل مؤسسة حكومية على أرض الواقع. الحين أنا زور التطبيقات واحد وراء الثاني. هي كأنك يا أبو زيد ما غزيت. نعم، شو اللي صار؟ شو اللي دي؟ التوجيه أن الشيخ حمدان قال أنا أبا اللي يبى شيء من دبي يكون. نعم، مكان واحد، تطبيق واحد يسهل له حياته. أنا أبغي أسوق سيارة، ما لا تغربلوني يسيروا درس السواقة وهات اللي يسم مكان عقب سير اشتر سيارة عقب رد طلع لها تصريح. أبا كله في مكان واحد. هذا الزين. أي خدمة في دبي سواء كانت حكومية أو خاصة وتهم الناس في دبي تكون في مكان واحد. هذا الزين. وهذا الحمد لله اللي احنا قدرنا ان احنا ننجزه اليوم. محمد، هذا الشيء حين نحن أول ما دشيت انت ما شفت واحد يستقبلك صح؟ نعم، نحن عندنا فيرتشوال ريسبشنست اللي. نعم، هو الاستقبال الالكتروني. اول ما تدش، نعم، تضغط هني انك انت جاي تقابل حد وتكتب اسمك هني. مثلا بكتب حمد، بعدين انا اعرف اني انا جاي اجتمع مع بنا، فاي اسير اضغط على الشخص اللي انا مجتمع معه واضغط انفورم، فهو يوصله شيئين، يوصله مسج. نعم، ويوصله ايميل ان فلان الفلاني اللي مكتوب اسمه هني وصل انتظارك هني. نعم، وبعدين انا على طول اي استقبله واوديه غرفه الاجتماعات. ايوه، واللي الحين بندش هناك فهي البقعه، وهني بندش قاعات الاجتماعات. بتلاحظ ان كل قاعات الاجتماعات مفتوحه هي، عشان نبين ان في شفافيه وفي روح العمل مع 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 فريق العمل. وهذا المختبر اللي هو مختبر لكل التصاميم نسوي فيها هني، ونسميه مختبر السعاده، لان هني نصمم الاشياء اساس تسعد الناس في الخدمات اللي نحن نوفرها في الحكومه. والقاعه هاي قاعه مميزه اسمها قاعه البوصله، لان اجتماعات الاداره العليا تكون هني، وهي البوصلة اللي تحرك لنا اتجاه السفينة. نعم، اللي كانت فيه تغييرات إدارية. لكن المميز إن هاي الطاولة ما فيها رأس هرم، كلهن أربعة بأربعة بأربعة، معناته الكل متساوي، ما حد أخير عن حد وما حد متزعم. الكل موجود هني على نفس المستوى، لكن المسؤوليات تختلف. خصوص شو هالاجتماعات اللي تستوي مثلاً هني عندنا اجتماع مجلس الإدارة. نعم، يجون يغيرون القرارات والاتجاه. أي قرارات؟ قرارات الإدارية، التوجهات، مثلاً المشاريع الاستراتيجية اللي نمشي فيها، شو الأشياء الأبديتس في المشاريع، وحتى الوفود اللي تزورنا من عالية المستوى مثل ممثلين دول، سفراء، قناصل، وفود كبيرة. نعم، بعد نجتمع معاهم هني في هذه القاعة الكبيرة. شو يعني اجتماع وتجتمعون 10 و20 نفر؟ أبغي شو الشيء اللي أنا أروم أفهمه بطريقة مبسطة؟ بمعنى ثاني ان كيف نحن نسهل الامور بمعنى اخر. يعني هذا مثلا قانون الحين ماشيين عليه الوزاره الفلانيه من هالكثر سنه، انتم بتغير القانون او بتبسطونه؟ طيب، الحكومه بلا ورق فيها تغييرات قانونيه فيها. نعم،
فيجلسون هنا مع القانونيين والإدارة العليا يتناقشون إذا نحن غيرنا هذا القرار شو أثره وكيف نحن نغيره بطريقة مبسطة ما يكون فيها تعقيدات أمورية. نعم. فمن يقررون هنا الأمور تمشي بعدين بكل سلاسة مع الموظفين. حمد شو هذا المكان اللي أنا أشوفه هذا؟ هاي البقعة نحن نسميها الواحة. الواحة يبناها من الواحة الأساسية وين العرب يجتمعون يتقهويون ويلسون وهو البقعة اللي نحن يلسنا فيها وياك مع الدكتورة عايشة. لكن الواحة فيها أشياء، فيها كثبان رملية وفيها نخل، بتشوف النخل هني من وراك زين، وبتشوف الكثبان الرملية ما نقدر نحطيهن تحت الكثبان الرملية، لا حطيناهن فوق. أيوة فوق. يحافظ على الطعوس والنكيان. وانت جالس في الواحة بتشوف البر، شو بتشوف؟ سراب. السراب هو مرة هذا قدامك تشوف الله. فهني وانت جالس تشعر بالفعل انك انت في واحة، والقهوة موجودة هني والشاي موجود هني، ونجلس ونسولف عن امور الدوام وامور الشخصية وامور الدنيا وامور الدنيا كلها، نفس ما قبل شوي كنا جالسين معاك مع الدكتورة عاشة. وبتلاحظ ان مكاتبنا كلها مفتوحة، يعني حتى مدراء الاداره يارسين بنفس نفس الكراسي ونفس نفس الامور، وكل المكاتب مفتوحه على بعض، مفتوحه على بعض للسبب ان نبغى الناس تتكلم مع بعض، مو بنبس يطرش يميل ويطرش يميل وما يتكلم، لا طرش يميل ويصير يتكلم مع زميلك لانه سوالف بعد الواحد يبغى يتكلم على اساس يعزز من انتاجيه عمله في العمل. محمد وين ما يصير مكتوب لوحة اسعاد المتعاملين. نعم. اسعاد المراجعين. اسعاد شو هذا اليوم؟ نفس ما تفضلت الدكتورة قالت ان هدف الحكومة اسعاد الناس زين، والناس اكثرهم وين موجودين؟ متعاملين، المراجعين والمراجعين. نعم. فنحن غيرنا مسميات، هذه كل الدوائر غيرت المسميات. نعم. ان نحن اليوم ارتجينا الى نسعد الموظف. نعم. عفوا المتعامل. اليوم ما اعطي المعاملة ويخلصها، بس ازيد من الاشياء اللي هو يباها. فاجندة السعادة اللي طرتها الدكتورة اليوم نحن نسوي مشاريع وبرامج كيف نسعد المتعامل، كيف طريقة التعامل مع المتعامل، كيف نخليه يكون طريقة مثلا سرعة الإنجاز. مثلا سرعة اليوم يوم تطلع من المطار في الهجرة، يجي الريال مأمور الجوازات يبتسم لك ويخلص لك الختم الجواز بكل سهولة وسلاسة، وانت تروح مستانس وترجع مستانس للبلاد. مجرد ما توصل المطار في خلال دقائق تظهر مطار دبي، حتى ثواني تطلع منها على طول. أقل معاملة في العالم، أسرع خروج في العالم موجود في مطار دبي. ثواني، سبع ثواني وانت طالع، وانت ظاهر شال شنطك وقابض الدرب مروح. واليوم يوم تصير دول ثانية مثلا امريكا، انت قبل لا تصير تطق زايغ ولا بيردوني ولا ما بيدخلوني. اما هني بابتسامتهم مره يدخلونك ويرحبون فيك، يقول لك تفضل يا مرحبا بك في دبي. نعمه الحمد لله. تفضل حمد. الحين بنعرفك اكثر عن تطبيق دبي الان اللي طرات الدكتوره عاشه، اللي هو عباره عن تطبيق في كل الخدمات الحكوميه والغير الحكوميه في مكان واحد. زي طراش اللي قالت عن الدكتوره عاشه ان الشيخ طلب منه يكون في تطبيق واحد، وان اي شخص في دبي يخلص. نعم. معاملاته في هذا التطبيق بدل ما يغربل يصير مكان لمكان او. نعم. 124 تطبيق، خلينا الخدمات اللي يحتاجها الشخص في دبي في مكان واحد. والاخت لطيفه بتشرح لك كيف نحن ممكن او اي شخص يستخدم هذا التطبيق. السلام عليك لطيفه. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك. فهذا التطبيق عندنا مثل ما قال اخوي حمد يختصر عليك اكثر من 124 تطبيق في اكثر من 60 خدمه. مثلا اذا دخلت في الدفعات هني تقدر تدفع فواتير اتصالات ودو، تقدر تدفع هيئه المياه والكهرباء والشرطه، وبعد تقدر تعبي نول وسالك. والحلو في هالابلكيشن انه مثلا اذا سالك مالك نقص عن 20 مثلا درهم، انت تقدر تسوي له تعبئه تلقائيه. وايضا غير عن التعبئه التلقائيه عندنا بعد دفعات تلقائيه للاتصالات، وعندنا بعد للدو. والشيء الحلو في هالابلكيشن انه في انوك محطات البترول. نعم. من هني تقدر تعبي سيارتك عن من خلال الابلكيشن. وعندنا بعد شيء اسمه البي اول او الدفع، بضغطه زر وحده تقدر تدفع كل الخدمات اللي انت مسجلها. وايضا عندنا التطبيق طبعا ما في بس دفعات، عندنا وايد خدمات ثانية نقدمها من خلال هذا التطبيق. مثلا الصحة، تقدر هني تدور الطبيب اللي انت تبغيه، تقدر تسوي خطة تطعيم حق عيالك. وايضا تقدر في الاسلام تقدر تدور مثلا اقرب مسجد لك ومواقيت الصلاة في دبي. وبعد عندنا شيء اسمه لوحة البيانات، من هني تقدر تطلع كل الاشياء اللي موجودة في الابليكيشن عندك. نعم. وتقدر تشوف مثلا مخالفاتك، الفواتير اللي عليك، وتقدر تشوف الأشياء اللي بتنتهي قريباً إذا كان مثلاً عقد إيجاري ولا رخصة تجارية أو سيارة.
وأيضا في هذا الشهر أطلق الشيخ حمدان محمد مراشد آل مكتوم رحلتين للمتعاملين. الأولى هي قيادة السيارة في دبي. الهدف من رحلة المتعامل هذه أنك أنت تشتري سيارة مستعملة، أنت والبايع مع بعض تقدرون تخلصون المعاملة وأنتوا ياسين في البيت. طبعا ها بعد فحص السيارة، يعني بعد ما تخلصون الفحص تقدر تكمل باقي إجراءات نقل الملكية وأنت في مكانك، يعني ما يحتاج تصير المرور وخلص ولا أوراق ولا شيء، كله حتى التوقيع يكون إلكتروني. هذا اللي قلت لك عنه، الموظفين الحكومة كلنا نجتمع ونجيبهم كلهم في مكان واحد أساس نخلق هاي التجارب، وهاي التجارب بالنسبة لنا سعادة الناس. أيوة. يعني يوم تقولي إن تسوي اجتماعات، الاجتماعات مثلا تجمعون يمكن هل بالمرور هل بالدفاع هل بالكهرباء والاتصالات تحلون المشاكل بدل ما سيروا تعال برنامج مكان واحد. فكرة جميلة. والحين رحلة المتعامل الثاني اللي هي الانتقال لبيت جديد. من خلال رحلة المتعامل هذه تقدر تستأجر بيتك من دبي مانجمنت أسد، وتقدر تخلص كل إجراءات النقل من خلال هذا التطبيق. ومثل ما قلت لك التوقيع يكون إلكتروني وما تحتاج أصلاً أوراق ولا شيء، وتقدر تخلص الريجستريشن وكل شيء حتى نقل الأثاث من خلال هذا الأبليكيشن. الله يحفظكم. عقب ما خلصنا ابوي ترتيب دبي الذكيه جينا ابوي عازم منها هالرجال وهالرجال وهالرجال، يا غير ما اعرف ولا اسم ولا واحد منهم. اول المري والله والنعم، فهد اهلي والله والنعم، وعبد العزيز طنيجي والله مليون والنعم. شكرا على حسن هالاستقبال وحسن هالضيافه. حاضرين. وشكرا على كل شيء. مرحبا بك. الله لا يخلينا منكم. الذكيه وبسم الله. وهذا أبوي المهندس أبو إبراهيم، مهندس منهل، مدير أعمالي، وتوني في قلت له لو أبوك ما باجي بتبناك كم الله رايد. الله يحفظك. هاك الرجال مني هذا هذا حمد عبد الله بن حسين هذا. أيوة. حسين بن فارس زين جماعة مالي ناصر بن علي ما شاء الله. هايتي نرد منك حسين بن علي اللي واقف. هي هي هاك الدكتور. الدكتور جاسم. اي نعم جاسم. هذا انت بعد بشاور. الله يطول عمرك. فارس وفارس وخاله ما شاء الله ما شاء الله. هذا الخال وهذا فارس. الله حسين بن ناصر بن محمد بن محمد ما شاء الله عليك. الله يحفظك. الله يبارك فيك. يحفظك. سن الله عزاك ان شاء الله بغاب دمر الله. الله يسلمك. ما شاء الله زين حسين. الحين اللي توفت امنه بنت حسين بن ناصر باللوتا. هات شو عمتهم كله. عمت ناصر بن عبد الله يدت من اولها. زين. الحين منو تام؟ هي عميده قم باللوتا. باقي اخته حصه بنت حسين. أم إبراهيم، أم عبد الله بن عيسى، وأم مالك. الله يحفظها يطول. آمين آمين آمين. يبارك فيك. بركة في روسكم. الله يسلمك. طول بعمرك. إيه. بنشوف. شباب مسوي لكم يوم شباب اليوم ما شاء الله عليك. عقب دعوة الدور بناكل اكل بطل 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 خلينا نشوف. هاي تو ثاني وحده. هاي ثاني وحده. اصبر علي اصبر اصبر. يلا والله انت يبالك كورس عند متو يا ابي. خل متو يا ابوي طال عمرك. نحن نحب الطبخ طال عمرك. ايه هات يوم الباتيه الصغاريه راحنا نسوي ريوق نشتري مطاعم عيد. بس شو جدم ايديك شوي. ها جدم ايديك. ها والله قالوا مال طبل. شوف مليون مرحبا مليون مرحبا. بند 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 بند. لا ما بند خلك. احبك يا خالي. مليار و500 ألف مبروك لمعالي الشيخ
محمد بن بطي آل حامد والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد وأنجالهم الكرام بفوزهم بجائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل 3. الناموس يا الشيخ يا ولد الشيخ، يعني الله يبارك لكم يطرح البركة إن شاء الله في مارزكم يا رب العالمين. تستاهلون تستاهلون، رفعتوا الرأس وبيضت الوجه.